افريقيا في الكاميرون ده يلغوا الدوريات بقى. تخيل انت بقى كمان لو كان في كاس عالم للكبار يعني كان وكاس العالم ما تعالى تصفيات، التصفيات ما خلصتش اصلا. يعني التصفيات ما خلصتش، خلصتش ايه؟ احنا ما بدأناهاش اصلا يعني. ما بدأتش اصلا ده حقيقي. فاهم؟ فانت لسه محتاج ان انت تنظم كل الامور دي السنه الجايه بصراحه. بس طبعا في الوقت الحالي اكيد الاهم ان احنا ان شاء الله باذن واحد احد، باذن واحد احد بالزبط. نخلص بس من الموقف اللي العالم فيه ده كله، وبعد كده يحلها الف حلال. طيب هبدا اتكلم معاك على الوضع العام في كره القدم العالميه حاليا والتاجيلات اللي بتحصل في الفتره الحاليه. في نفس الاطار واحنا بنتكلم في التاجيلات دي، في النهارده في عدد من انديه البريمير ليج اتكلمت على متضامنين مع ضد متضامنين ضد مانشستر سيتي في فكره ان هو طبعا تعليق العقوبه وعدم المشاركه في دوري ابطال اوروبا بسبب طبعا خرق قواعد اللعب المالي النظيف. الانديه اللي اعترضت قالت انت كده الاربع انديه الاولى هي اللي هتشارك، لو نفذت العقوبه النادي الخامس اللي فيه منافسه على اربع خمس انديه تبقى موجوده خامس تشارك. يعني في وسط الخناق، يعني في وسط المشاكل دي كلها، في خناقه في البريمير ليج على مساله مين هيكون مكان مانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا. وطبعا اكيد اداره السيتي في الوقت الحالي بتحاول ان هي برضه تستغل الموقف عشان تخرج من المأزق اللي هم كانوا فيه، لان خلي بالك انت شايف حاجات كتيره جدا حصل فيها مشاكل بسبب التأجيلات، وفي ناس استفادت برضه من التأجيلات. مثلا الانديه اللي كانت هتهبط السنه دي لو الدوريات اتلغت، سيبك من البطل، احنا اخذنا فتره بنتكلم او مركزين مين اللي هيكسب. لا طب سيبك من دي، حط الملف ده على جنب، تعال نتكلم على الانديه اللي هتهبط. دول هيقولوا لك اسف، طالما عندي امل لو نقطه واحده ما الموسم ما ينتهيش. مزبوط. وحتى ايفن لو في نادي في الوقت الحالي تاكد هبوطه، واللي هو اعتقد ده ما حصلش في معظم الدوريات، يعني الفرقه عندها امل لو حتى بسيط، هيقول لك لا برضه ده مش عدل، ما دام المسابقه ما انتهتش مش من حقك تعتبرني هبط. حتى لو كان لسه ليه؟ هيقول لك العقد شريط متعاقدين، الموسم ما خلصش. مظبوط. فبالتالي حق ان انت ما تجيش تقول لي ان انا ههبط، وبالتالي هتحصل ازمه، كل واحد عنده ازمه بيحاول ان هو يستفيد من يوفقها حسب اوضاعه. ايوه من الوضع الحالي، ما هو برضه عندي فرصه. فبرضه على نفس الشاكله اعتقد مانشستر سيتي طبعا مشكلته كانت كبيره جدا مع دوري ابطال اوروبا، العقوبه كبيره. العقوبه والغرامه الماليه 30 مليون 30 مليون يورو، مبلغ كبير جدا. فهم طبعا بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يخرجوا من المأزق. بس بصراحه طبعا المتابع للمشهد يجي يقول لك العقوبه اللي عليك كانت ادانه لخطا انت عملته، ده ملوش علاقه بالظرف اللي احنا فيه، انت عندك خطا انت مزبوط. عملته ارتكبته. ولو احنا النهارده عافينا عنك بسبب الظروف، يبقى احنا كده بنقول اللي يغلط يا جماعه يجيب اي يعني يبرر غلطته باي ازمه تيجي. لا ما دي مالهاش علاقه بدي. وهنا انا اشوف يعني انا رغم ان انا على مستوى شخصي بحب السيتي جدا، بس احقاقا للحق لا ما اقدرش اقول لك ان بسبب ده خلاص يا جماعه ومش غلطه صغيره. بس ممكن انت بقى تستفاد منها في حته ثانيه، اللي هو انت لسه ما تعرفش لغايه دلوقتي احنا هنعمل ايه في الموسم ده. يعني البطوله اتاجلت وانا بستأنف على القرار، كمان لسه القرار مش نهائي طبعا. بس السنه دي الماتشات اتاجلت من ماتشات العوده في دور ال 16، حلو كده؟ والبطوله ما كملتش، يبقى ما ينفعش النهارده نتكلم في ممثلين البطوله الجايه. لان السيتي ممكن يكسب البطوله. هل انت هتلغيها؟ ده سؤال مهم. انا اشك ان في اي اتحاد يقدر في الوقت الحالي او في الفتره الجايه انه ياخد قرار بالالغاء. مفيش حد قادر ياخد القرار. صعب جدا. صح. ده انا في وجهه نظري من مصلحتك تخلي الدوريات دي والبطولات دي تكمل حتى لو هتلعبها لغايه شهر 12 السنه دي. يعني ان شاء الله لما الدنيا ترجع كويس ان شاء الله. ليه؟ لان انت النهارده فاتوره الالغاء محدش هيسيبك. ما احنا اتكلمنا فيها الحلقه اللي فاتت، محدش هيسيبك. ان بقى في نقطه مهمه جدا، الفتره الجايه الشركات اصلا عندها مشاكل دلوقتي. الملاذ بتاعها، الملاذ بتاع اي حد قانوني كده بسم الله الرحمن الرحيم هيروح يقول لصاحب الشركه او المجموعه اللي بتدير يا جماعه احنا خسرنا كتير جدا. لكن دلوقتي في ورقه بتقول ان طالما الاتحاد اللي احنا متعاقدين معاه لغى البطوله فحقنا ناخد الشرط الجزائي اللي بينص عليه العقد. مظبوط. فاحنا محتاجين الفلوس دي بدل ما نروح مثلا نقول من خفضوا مرتباتكم، واحنا يعني في حل اهو، دي فلوس وحقنا احنا من يعني ايه ما بناخدش حاجه مش بتاعتنا. لا ده حقنا. هو انت لغيت البطوله، لغيتها بقى لاي ظروف قهريه مش قهريه، في عقد. ودي النقطه اللي مخلي المسؤولين في الدوري الانجليزي قالوا طالما ان احنا اجلنا اليورو فهنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخلص
البطوله السنه دي حتى لو هنلعبها في شهر واحد او ثلاث اسابيع. جيل الاولمبياد ده كمان ادى فرصه لاي حد في العالم يخلص دوري براحته. طبعا.